بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، بكل محبة وسلام متابعينا مشاهدينا الأفاضل، حيث نتابع وإياكم في هذا الصباح الجميل، صباح يوم الخميس 21 من شهر إبريل لعام 2022، في هذه الانطلاقة وعلى أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، درة الميادين الخليجية، حيث ننطلق بحضراتكم مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات، انطلاقتي وتحديات سن الكبار، سن الحيل والزمول، حيث انطلق على بركة الله شوطنا الخامس والخاص بسن الحيل من مسافة 8 كيلومترات. انطلقت الكبار، ويا محل رقص الكبار، ويا محل عطاء الكبار، ويا مجمل واداء الكبار، على بركة من الله وحفظه ابدا واسير مباشرة مع مقدمة الشوط لكي يتابع من يحتل المركز الاول. هنالك القادمة والحاضرة بشعارها اللامع، بشعار ملك السيوف، من تتقدم السبسب، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند مقدما لنا السبسب على المركز الاول. ولكن اتابع التغيير الذي طرى وجرى من قبل القادمة تغريد بشعارها الكتالوني، بشعارها البرشلوني، سالم بن عنزام بن خاتم النعيمي، من يقدم لنا تغريد على المركز الثاني. ولكن اللي وصلت في هذه اللحظات واللي انطلقت في هذه الأثناء، مرحبا بوصيفة سيف الأمير، مرحبا بالنجمة القادمة من عملاق الميادين، مرحبا بك يا صالح، يا بن بني، يا البلوي، يا ابو ريان، القادم والمتقدم في هذه الأثناء، من يقدم لنا الذيب، من يتقدم مع انطلاقة الذيب وتحديات الذيب، صالح بن بني بن صالح الهرف البلوي، والقادم بهذا الشعار فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة، مقدما لنا هذه النجمة المركز الرابع. أتابع حمية، حمية من تتقدم بالشعار السيلاوي، اللورد اللورد اللورد، واصل في هذه اللحظات عبد الله بن سعيد العيدة، من يقدم لنا في هذه الأثناء شعار هجن السيلية حاضرة بانطلاقة حمية على المركز الرابع. أما المركز الخامس أتابع شعار المغامر، أتابع شعار سعيد بن بط الزعبي، من يقدم لنا نفل على المركز الخامس. وصل المغامر، وصل لتحضر في هذه اللحظات الإنجازات، ليحضر الذهب، لتحضر القمة في هذه الأثناء على خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة متابعينا مشاهدينا الأفاضل، حيث نستعرض بحضراتكم الأسماء الخمس الأساطير، الأسماء الخمس الكبرى التي تنطلق في هذه الأثناء، المليئة بإنجازاتها، المليئة بتاريخها العريق وسجلاتها الحافلة بالإنجازات. العودة إلى شعار الأنيق، الرجل الأنيق الذي لا يرضى إلا بالسيوف، الذي لا يرضى إلا بالمنصات الكبرى، ينطلق في هذا الأثناء ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسلم.
المسند، مقدما لنا شعاره، مقدما لنا السبسب على اول الاسماء. المركز الثاني تغريد، تغريد يا تغريد، من تغرد في هذه اللحظات ليس على موقع تويتر بل على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. ينطلق في هذه اللحظات سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث الذيبة، الذيبة الحبيبة والقادمة من الديار العزيزة والحبيبة، صالح بن بني البلوي مقدما لنا الذيبة على المركز الثالث. المركز الرابع حمية، حمية وشعار هجن السيلية، المتقدم في هذه اللحظات عبد الله بن سعيد العيدة. بينما المركز الخامس أتابع الحضور وأتابع نفل في هذه اللحظات من تتقدم بشعار سعيد بن بط الزعبي مقدما لنا نفل على المركز الخامس. وما بعد الخمسة هنالك يا الخيالي أسماء كبيرة، هنالك أسماء حاضرة ورنانة ولماعة في عالم سباقات الهجن، قادمة لا محالة بإنجازاتها، قادمة بكبريائها العريقة. العودة وين؟ العودة إلى من يتغزل بالمركز الأول دائما وأبدا، من يعشق القمة دائما، من يعشق المراكز الأولى دائما، من يعشق الذهب ومن تعشقه الفضة، من تبكي من أجله الرموز، من ينطلق في هذه اللحظات ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدما لنا السبسب على المركز الأول. ولكن أبنائي ميدان تبوك الورد قادمين وحاضرين، عملاق الميادين يتقدمون أبنائي تبوك الورد بانطلاقة الذيبة. صالح بن بني الهرف البلوي بوريان واصل على المركز الثاني وحاضر بانطلاقة الذيبة على ثاني الأسماء. المركز الثالث حمية، حمية 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 يا عبد الله يا بن سعيد يا العيدة وحمية الوطيس، ما بين الكبار والمعركة التي ما قبل الأخيرة التي تفصل عن المعركة الأخيرة، هنالك في ميدان الوثبة عاصمة الميادين. الله 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 الله، هجن السيلية على المركز الثالث. ولكن أتابع تغريد، تغريد تغريد، من تتقدم وسالم بن عنزان بن خاتم النعيمي مقدما لنا في هذه اللحظات تغريد. وأيضا وصلت نفل ووصل المغامر، وصل الخطر في هذه اللحظات. سعيد بن بطي الزعبي مقدما لنا نفل على المركز الخامس، تسللت وانطلقت الى المركز الرابع وعينها، عينها على الصدارة في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الله. المركز الخامس اتابع التغيير، اتابع الانطلاقة من الجانب الاخر، من انطلقت وانضمت الى خضم المعركة، الى خضم المنافسة، انضمت في هذه الاثناء الريف، الريف احمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف يتقدم. ولكن العودة وين؟ العودة الى المسند وشعاره، العودة الى هذه الهيمنة، الى هذه القوة الضاربة، الى شعار الانيقة، والى شعار ملك السيوف. ملك السيوف ينطلق ويقدم لنا شعاره بانطلاقة السبسب، السبسب على المركز الاول ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثاني حمية، حمية، وانطلق اللورد، اللورد
لورد اللورد مقدما لنا في هذه اللحظات حمية هنا هجن السيلية، ولكن المركز الثالث مرحبا بالدانة، مرحبا بسعيد بن يابر الحربي مقدما لنا الدانة. وصلوا 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 أبناي دانة الدنيا دبي، وأيضا من الجانب الآخر زعفرانة، زعفرانة من تصل أو هنا في هذه اللحظات خليفة بن خليفة العطية مقدما لنا شعار يوه 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 يا هذا الشوط، يوه يا هذه الأسماء، أوه أوه يا هذه الأسماء العملاقة، يا هذه الأسماء الرنانة. الكيلو الأخير، الكيلو المثير، والمطحنة التي هنا تنطلق في هذه اللحظات، المعركة التي بدأت هنا شوط جديد، وهنا سيف مصغر في هذه الأمتار. وصلت وصلت الذيبة، ولكن السبسب، السبسب مع المركز الأول ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الذيبة يا صالح يا بن بنية يا البلوي مع المركز الثاني. وصيفة السيف أبناي عملاق الميادين الخليجية يتحركون، أبناي عملاق الميادين يتحركون وينطلقون. حمية وصلت، حمية وصلت وحلوت المعركة وحموت في هذه اللحظات. الله الله وزعفرانة الخليفة بن عبد الله الخليفة هنا يتقدم العطية، ولكن حمية، حمية والعطية هجن السيلية، هجن السيلية العطية مع زعفرانة خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. سلام يا زعفرانة، سلام سلام يا العطية على هذا الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا والف مبروك. المركز الثاني حمية، هجن السيلية. المركز الثالث الذيبة صالح بن بنية البلو. المركز الرابع الدانة سعيد بن يابر بن عبد الله الحرب. المركز الخامس الدوحة ومحمد بن طالب بن عقيل المري. اذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي زعفرانة، لمالكي هذه النجمة، لمالكي هذه البطلة خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة 47 ثانية 74 جزءا من الثواني. ثانيا وصلت حمية لهجن السيلية بشعار اللورد. 12 دقيقة 48 ثانية 30 جزءا من الثواني. ثالثا الذيبة وابناي تبوك الورد صالح بن بنية البلوي من قدم لنا هذا الشعار. 12 دقيقة 48 ثانية 56 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا.